معلش يا دكتور مصطفى، اسمح لي ان انا اقطعك هنا في النقطة دي، مهمة قوي، لان الدكتور مصطفى اتكلم على حاجتين احنا بنعاني منهم ومن مشكلة كبيرة جدا جدا، مشكلة التعدي والبناء غير المخطط. وانا بس عايز اشاور لنقطة هنا، والدكتور مصطفى ووزير الاسكان حتى ممكن يصلح لي الكلام. الكلام اللي بيتقال هنا 2014 12% من حجم المباني اللي كانت موجودة في 2014. ايوه. الكلام اللي احنا كاتبينه هنا 37.5% 2020 من حجم المباني اللي موجودة 2020. واللي هي ممكن تكون زادت عما كنا عليه في 2014 مش اقل من 10-15%، وممكن الدكتور مصطفى يصلح لي الكلام ده. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الكلام اللي احنا فيه ده محل نقاش كتير وجدل كبير دلوقتي، والمواطنين كتير منهم متألم متضايق من موضوع اجراءات الدولة لضبط هذا الموضوع، المخالفات البناء، سواء كان البناء على الأراضي الزراعية أو البناء على بدون ترخيص. والحقيقة محدش بيتكلم في الموضوع ده كويس، مالهمش دعوة بيه عشان محدش يزعل. وأنا مش طبيعتي كده معاكم يا مصريين، أنا مش طبيعتي كده. إحنا قدامنا تحدي، بروح مطلعه قدامكم كده وأقول لكم التحدي ده خطير علينا، واستمرارنا عليه يدمر الدولة المصرية. انتوا كنتوا بتتكلموا دايما متألمين وخايفين موضوع سد النهضة والمية وكلام من هذا القبيل. صدقوني هذا الأمر، موضوع التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط، خطير خطير جدا. مش عايز أقول بنفس النسبة، بس الناس مش شايفاه غير يعني اللي واضح لينا موضوع المية، لكن اللي مش واضح لينا إن إحنا إن استمرينا بالشكل ده اللي هو التعدي على الأراضي الزراعية والبناء فوق منها. وأنا كنت هأجل كلامي للآخر بصراحة في النقطة دي، لكن أنا حبيت إن أنا أجيبها في الفرصة اللي ذكرها الدكتور مصطفى لما قال إن إحنا الـ 99% من سكان الريف أو سكان مصر خلاص وصل لهم المية، مية شرب نقية، بس اللي مأخر ده هو التوابع. وأنا بقول لكم لو استمرينا في الطريقه ديت عمرنا ما هنوصل 100%. ليه؟ حد كده يقدر عدد التوابع قد ايه؟ 32,000 يا فندم. الارقام اللي احنا بنتكلم فيها دي يعني ايه؟ ده غير القرى. كل 5-6-10 بيوت مع بعض بقوا لوحدهم كده. وانا بقول الكلام ده في منتهى الاهميه. الارض الزراعيه اللي انتوا بتدمروها دي هي اللي انتوا بتسكنوا جنبها دلوقتي. ولما هتسكنوا جنبها دلوقتي هتشتغلوا فين؟ هتشتغلوا فين؟ يعني النهارده الاسر اللي بتتبني وبتبني لاولادها وتجيبهم جنبها بعد كده هتشتغلوا؟ والكلام ده انا قلته من 5 سنين، قلت الموضوع ده تحديدا من 5 سنين، انتبهوا من التعدي على الاراضي الزراعيه. انا عايز اقول لكم انا ببقى شايف مش بس على الارض كده، لا، في تقارير بتجيلي اكتر من كده، وكمان المشاهده الشخصيه ليا. الناس تحط على الارض ايرات ولا ايراتين ويروح بس مصوره كده وخلاص. قال انا امتلكت بقت عندي ارض مباني. الارض المباني الاستثمارات اللي فيها، والله الاراضي الزراعيه بالري الحديث وبالزراعة الحديثة يجيب لك عائد أكتر من كده. وده دور وزارة الزراعة ودور الدولة إنها توضح للناس الكلام ده وتعمل برامج تطمن الناس على إن إحنا ممكن نبقى عندنا مكاسب أكتر كتير من إن أنا أبني على بيت أو أوسع في البيت. طب المدن الجديدة اللي إحنا عملناها دي عملناها عشان نقول للناس بدل ما تبني في الأراضي الزراعية في ظهير صحراوي، إحنا بنبني في مدن ومفيش بنعمل مدن تانية في حتة تانية، عشان الثقافة ان اولادنا يبقوا معانا. من فضلكم دي هتدمر كثير من قدراتنا. تاني بقول لكم ان احنا الكلام اللي بيتقال يمكن ده بعيد خالص عن الدكتور مصطفى بيقوله. لا، احنا موضوع الاراضي الزراعية والاعتداء عليها ومخالفات البناء اللي بنتكلم عليها
عشان بس الناس اللي زعلانة. هو في حد بيبقى ماشي بعربيته ويعمل مخالفة ونقول له ادفع المخالفة بتاعتك بيبقى مبسوط؟ لا طبعا، بيبقى زعلان. فأي حد هنقول له مخالفة البنى بتاعتك، سواء كان الكلام ده هيتم بالتصالح أو بالإزالة، مش هيبقى راضي يعني. بس احنا ما خدناش إجراءات حادة من غير إنذار، لا، احنا قايلين الكلام ده من 3 سنين، ودينا مهلة نفسنا 6 شهور، وقلنا التصالح وكلام من هذا القبيل. حجم الناتج، أنا بقول لكم كلكم، لكل الناس اللي متابعين معانا، حجم الناتج اللي اتعمل المصالحة في خلال المدة دي كلها، بعد احنا كنا محددين 6 شهور نخلص من المسألة عشان نبتدي الدولة تنظم البناء المخطط والمرخص 10% أو أقل. والعشرة في المية دول حصل تعدي يتجاوزهم، يعني احنا هنبقى يعني في دايرة مفرغة، في دايرة مفرغة. أنا حبيت أقول ده في بداية الكلام، وبقول للإعلام وبقول للمفكرين وبقول للمثقفين وبقول لمن يهمهم أمن واستقرار مصر، الموضوع ده مش مسؤولية الحكومة بس، ولا مسؤولية الرئيس بس، دي مسؤوليتنا كلنا في إن احنا نحافظ على بلدنا. اللي احنا فيه ده صدقوني مش لمصلحتنا ولا لمصلحة الأجيال القادمة. موضوع التجاوز في البناء سواء على أراضي الدولة أو على الأراضي الزراعية، وخلونا احنا أعطينا نفسنا مهلة 6 شهور، أرجو إن احنا يا دكتور مصطفى من فضلك مع السادة المحافظين الكلام اللي احنا بنقول عليه، وقلنا نتحرك بسرعة مع المواطنين عشان ننهي هذا الملف، وعشان ننظمه في الدولة، ويبقاش فيه بعد كده هذا الحجم الكبير من التجاوز. احنا بنتكلم في 700-800 ألف، اكتر من 700 ألف مش كده دلوقتي يا فندم، 700 ألف مخالفة، لكن ده رقم يعني ايه؟ يعني تقريبا لو قلنا كل مخالفة بأسرة يعني بنتكلم في ملايين، يعني من اللي بيتأثروا بالمخالفة ديت بيتأثروا هم، ان بيتعمل معهم اجراء قانوني، وفي نفس الوقت تأثير ده على الدولة. تاني بقول الكلمة اللي بقى الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده شائك جدا، واي حد تاني برضو تاني بقولها يقولك ما تتدخلش في الكلام ده وسيب الاعلام يتكلم فيه. لا 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 لا، انا هتكلم في كل حاجة تمس مصر ومستقبلها، هتكلم في كل مصلحة حقيقية للدولة، ولن ابيع ابدا الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية. والله احنا عملنا كده في الاقتصاد وربنا وفقنا، وكان هو ده الرصيد اللي احنا عدينا بيه أزمة كبيرة جدا الدنيا كلها بتعاني منها. وبالتالي كل عمل صالح حتى لو كانت الناس هتبقى مش راضية عنه، ولكن بنعمله لأجل خاطر بلدنا، وقبل ده لأجل خاطر ربنا سبحانه وتعالى انا هعمله. طب انتوا هتتألموا مني، طب انا اعمل ايه؟ انتوا مش عايزين تساعدوني ليه؟ انا بتكلم على كل المصريين، كل الناس مش عايزة تساعد في النقطة او في الموضوعات اللي احنا بنطرحها. ليه مش عايزين تساعدونا؟ ليه مصرين على مواقفكم؟ انتوا بتحلموا ببلد كويسة ومتنظمة ومترتبة وزي الفل، ولا كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه؟ انا بقول مرة تانية الكلام اللي بيقوله دكتور مصطفى ده، 37.5% دول لو كنا احنا في 2014 مخططين كان ممكن على نفس العدد الموجود ده ما زادش، او طبقا للتخطيط اللي احنا عملناه انا ممكن اقول لكم كان اكتر من، يمكن وصلنا ل 50%. فانتوا انتبهوا للكلام، انا بكلم نفسي وبكلم وسائل الاعلام في مصر. احنا ما بنصدقش للموضوع، احنا بنتكلم بنجيب مبنى بيتزال في التلفزيون انه ازالة مخالفات البناء. لا يا جماعة، حد يتكلم بشكل اعمق من كده، حد يتكلم بشكل اكبر من كده، حد يبين مدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز. لكن مش ان احنا بنهد مبنى يعني وتبقى الناس يقولك يعني كده حرام. طبعا لما حد يشوف كده يقولك هو ده اللي احنا بس بنعمله عشان، لا، ما انت خاطب عقل الناس، الناس من حقها تفهم ان ده خطر كبير جدا جدا على امنها ومستقبلها ومستقبل اولادها واحفادها. شكرا.